بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بغيت نصايب واحد سباكيتي وبغيت نشاركها معكم. راه كتجي زوينة ولذيذة وسهلة في التحضير. بسم الله على بركة الله. عندي هنا نص كيلو ديال السباكيتي، الفرماج، الربيع والزيتون، وعندي هنا مطيشة اللي كنت صايبت معاكم، جبتها من المجمد، زيت الزيتون، وعندي هنا في التوابل البزار والسكنجبير والملحة، وعندي هنا الطريفات ديال الدجاج، تقدروا ديروا الكفتة والزعتر اللي غسلته، وعندي هنا خيزو والبصلة. بسم الله. دابا غنجيب واحد الكاسرونه باش نسلق هاد السباكيتي. نسلقها بشويه الماء والملحه ونقيتها ديال الزيت. بسم الله. راه درت الماء طاب باش نسلق السباكيتي ديالي. غنديرها فوق البوطه، ها هي بسم الله. غنقطع البصله ونحك خيزو. بسم الله. بسم الله. هاد البصله رقيقه، كنقطعو البصله رقيقه دويمات صغار بحال هكا. كدير بالكفته والدجاج، طريفات ديال اللحم كتقطعوهم صغار، كيجي عشا خفيف. بسم الله. دابا غنحك خيزو الكاع القرابه. بسم الله. من هاد الجهة رقيقة باش يجينا بحال هكا. راه كيطيب كيجي جبين. كي تيجي نحرك السباكيتي ديالي. ندير ليها شويه الملحه في هذا الماء. بسم الله. كنستمر تنحط كاع هاد الخيزو اللي عندي ونرجع معكم ان شاء الله. ها هو خيزو من بعد ما حكيتو. دابا غنجيب هاد الدجاج باش نقطعو. بسم الله. بسم الله. نقطعو دويمات صغار.
هو كنقطعو بحال هكا رقيق. تقدرو ديرو القشاوش ديال الدجاج الكبدة والقنصة، حتى هي راه كدار راه كتجي لذيذة. نبدلو في الأكلات ديالنا، كل مرة نديرو شي حاجة. الكفته ديال الدجاج ولا ديال بيبي ولا ديال الغنمي اللي درتو راه كيجي زوين. انا دابا الدجاج قطعتو غير طريفات، ما متوفرش عندي الكفته. بسم الله. بسم الله. غنجيب واحد المقله، غندير فيها الزيت، نزيد عليها البصله ونديرها حتى تشحى، عاد غنزيد عليها خيزو. بسم الله. ها هي البصله من بعد ما تقلات، غنزيد عليها الدجاج ونحركو حتى يتشحر حتى هو، ونزيد العطريه البزار والسكنجبير والملحه. وندير الزعتر، الوريقات ديال الزعتر راه كيعطيو واحد المذاق زوين. ونحرك هاد الدجاج والبصله والعطريه، طيشرب لينا الدجاج هاد العطريه. ها هو دابا بدا كيدبل، وكيتشحر. دابا غنجيب خيزو ونديرو فوق بنا الدجاج والبصلة. ونحركو. ونجي ضربي. دابا غنسد عليه طيب ونرجع معاكم ان شاء الله. دابا كنزيد هاد المطيشه. بسم الله. نحرك. نخليها تطي ونرجع معاكم ان شاء الله. ها لاصوص ديالي من بعد ما طات، غندير واحد شويه ديال صوص سوجا، معلقه صغيره. بسم الله.
ونحرك. ونزيد هاد الزيتون اللي قطعتو دواور. ونحرك حتى تشرب الزيتون هاد الشرموله ديال هاد لاصوص. ها هي الصباطيتي ديالي من بعد ما تسلقات. دابا غنزيد لاصوص من الفوق. بسم الله. غنكب عليها لاصوص باقي سخون. نقادو شويه ونزيد عليها الفرماج من الفوق هكا. دابا الفرماج راه غادي يذوب حيت هاد لاصوص راه سخونه. وها هي سباكيتي ديالي من بعد ما طابت. هاكي تاتجي، راه كتجي زوينه ولذيذه للعشا وخفيفه وسهله في التحضير. وكنتمنى تجربوها وتعجبكم وديروا لي نجم وتشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. وبالصحه والراحه.